السلام عليك يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد استمتعنا بحلقة أمس يا جدي، ونحن مشتاقون لمعرفة الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا منذ أمس وأنا أتمنى هذا اللقاء مرة أخرى. أحسنتما يا أحفادي، أحسنتما. إذن هيا بسرعة يا جدي، احكي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رائع يا أبنائي، إذن فاستمع. كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد من سادات قريش. كان عبد المطلب متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم على خدمة الحجيج حتى الطيور والوحوش، كان يطعمهم فوق الجبال. وكان عبد المطلب يرى في نومه هاتفا يأمره بحفر زمزم، وكان يقول له: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، قم فاحفر ماء زمزم، قم قم فاحفر ماء زمزم، قم فاحفر ماء زمزم. وكان لعبد المطلب ولد يدعى الحارث، فقال له عبد المطلب: يا حارث، تعال معي ولنحفر ماء زمزم. ولكن قريشا منعتهما وحالت بينهما وبين حفر زمزم، فحزن عبد المطلب لذلك حزنا شديدا وقال: اللهم إن رزقتني 10 من الولد لأذبحن واحدة. وقد حقق الله عز وجل أمنية عبد المطلب. ورزقه من الولد 10. وكان لابد لعبد المطلب أن يفي بنذره، فأراد أن يذبح واحدا منهم. لقد رزقني الله 10 من الولد، وقد نذرت نذره، إن رزقني 10 أن أذبح واحدا. إذن نكتب أسماءهم على الأسهم ونختار أحدها. هيا هيا لنعمل ذلك. ماذا عبد الله؟ انتظر يا عبد المطلب. قال عبد المطلب: ماذا تريد؟ عندك مخرج لهذا الأمر؟ نعم، عندي حل. نعمل قرعة، وإذا طلع الاسم نفديه 10 من الإبل. قال عبد المطلب: اقتراح جيد، هيا لنبدأ. عبد الله، قال عبد المطلب: إذن أنا أفديه 10 من الإبل. عبد الله، عبد الله، قال عبد المطلب: إذن أنا أفديه 10 من الإبل. لقد وصل العدد 100 ناقة. قال عبد المطلب: ما جاء عبد الله؟
نجا عبد الله، اذبحوا الإبل. زفاف من هذا؟ إنه زفاف عبد الله بن عبد المطلب، خيرة شباب مكة، على آمنة بنت وهب، خير نساء بني النجار. وكان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب حدثا سعيدا، ولكنه لم يدم طويلا. لم يلبث أن خرج عبد الله إلى تجارة، ثم مرض في تلك الرحلة. ماذا بك يا عبد الله؟ بماذا تشعر؟ إذن انزل لتستريح قليلا يا عبد الله. عبد الله، أبشر يا سيدي. ما الأمر؟ لقد أنجبت السيدة آمنة ولدا. الحمد لله. ماذا تسميه يا سيدي؟ أسميه محمدا. ولماذا محمدا؟ قال عبد المطلب أرجو أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. لا تتعجلوا علي، في الغد إن شاء الله أكمل لكم سيرته صلى الله عليه وسلم. سنكون في شوق إلى الغد لنستمع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.